احكي لك قتلوها قتلوا بيتي. اجري نمر اجري. حسن الغريري شقيق المقدور رحيم كاظم عياد الغريري. هذا الرجل رحيم، إنسان بسيط، إنسان فقير، يعني انقدر يعني بدون ذنب، يعني اليوم صار لنا بهاي المنطقة صار لنا تقريبا 60 سنة ما شفنا هذا، صار بينا لأول مرة هنا صار بينا هذا العمل، الجبان. فإحنا نطالب رئيس الوزراء الريد الحمايات، الريد الأمان، الريد 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 يعني الشيء اللي قفلنا به. سيد رئيس الوزراء لحد الآن الجثث بالطب العدلي، ولحد الآن ما كملت الإجراءات. ريتهم يسرعوننا بالإجراءات، ريتهم يسرعوننا بمعاقبة الأشخاص اللي اغدروا هذا الشخص، هو أطفاله 20 شخص، 21 شخص. يعني وردتنا أنباء من الطب العدلي أكو طفل ثاني وبطن أمه 21 فرد اللي صاروا بهاي الجريمة النكراء. وهاي الجريمة هاي نسميها إبادة جماعية، وهاي جريمة ضد الإنسانية. هذا البيت مالهم انتهى، انهجر، يعني ديرتهم انهجرت. يعني ليش هذا العمل؟ احنا ليش هيك نطالب سيد رئيس الوزراء بأن يصلنا لهنا؟ وأنا صار أسبوع أطالب به، أريده يجيني لهنا، خلي يجينا لهنا يقرأ الفاتحة ويمشي. أريده بشخصيته يجي يشوف هاي هذا المسار، هذه الجرائم صارت بينا، هاي جرائم ضد الإنسانية. هاي باشر عقبة تصير عليك وتصير علي وتصير على ذاك وتصير على ذاك. يعني ليش هيك؟ ليش التسويف هذا؟ ونريد التحقيق يكون تحقيق شفاف وعادل، أهم شيء التحقيق، والتحقيق يشرف عليه رئيس الوزراء. يعني ما أبد، وشوي يسرعنا بالتحقيق، لحد الآن الجثث بالطب العدلي ولحد الآن ما استلمناهم. زين ليش يعني هيك؟ لحد الآن ما استلمناهم. يعني اليوم وباكر وعقبة وكذا، صحيح تحقيق بها وهاي، بس خلي يعني ينجزونا التحقيق، يسرعونا بهذا الأمر. يعني الجثث صارنا تقريبا يوم راح يصيرنا يوم أسبوع أو 5 أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. نطالب سيد رئيس الوزراء أن يحاسب هذه المجموعة التي طلعت على هذه العائلة الفقيرة وقامت بقتلهم، وإنما هم عائلة فقيرة واتهموهم بالمخدرات، وليس أدوا مخدرات، وإنما هم مشكلة عائلية وطلعت عليهم قوة على هذه عليهم، وتم بقتلهم بالكامل. يعني ما بقى ولا واحد، يعني الطفل 15 يوم عمره قتلوه. يعني شنو هاي من 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 إرهاب؟ هذا إرهاب، إرهاب بعينه. يعني هاي عائلة دخلها الطفل هذا العلاقة؟ إذا هو مطلوب ارجع عليه طبقه واخذه واخلي هاي العائله. ليش يجي؟ الله ما يقبلها. زين احنا عندنا مشكله ثانيه. انا عندي ابنني انفقد، هالواحد هو
اخذوه بالحله هو واخوي وابن اخوي وابن اخوي، ولحد الان ما ندري شنو مصيرهم. يعني احنا نطالب هم السيد الوزراء رئيس الوزراء بهذه القضيه يشوف وين صاروا، يعني ما عندهم وين صاروا. يعني 15/9/2015 ولحد الان ما اعرف وين صار ابني واخوي وابن اخوي. يعني صار فوق 5 سنوات. يعني الله ما يقبل هاي العالم وين راحت؟ نريد نشوف وين صاروا، وين بجهه اللي جهه اللي اخذتهم منهم بالحله يا مستشفى مرجان سيطره واخذتهم كلهم. احنا يقول نسمع حسب التدريب جاي نشوف باقي الدول. اليوم حتى اذا كان شخص ارهابي، اذا كان البيت فيه عائله المفروض ما ينضرب البيت، المفروض كان تنزل قوه تقوم بعملها صحيح، طوق البيت لحد ما يطلع، او تنزل قوه بوقت متاخر بالليل تاخذ الشخص تحقق وياه شوف صحيح هذا انه انتشرت علينا منطقه تجبله منطقه ارهاب، الشخص ما كان ارهابي بسبب السمعه. بسبب شنو؟ بسبب خطأ استخباراتي، بسبب شخص اجى ارتكب مشكلة عالية وارتكب على شخص بريء وصارت مشكلة. اليوم نسمع رجل بالدولة اغتصب، رجل بالدولة هاي بسبب شنو؟ تعاطي مخدرات او شيء لازم نطلع عليها بالدولة هاي، رجل دولة ما يتعاطى مخدرات. رجل دولة يكون اذا كان قائد لازم يكون قائد محنك، تدريبه صحيح، اليوم من يجي على شخص يعرف شلون ياخذ هذا الشخص، شلون يقبض على هذا الشخص. انا اليوم ما اوقف قوه واضرب بيت بيه اطفال وبيه نساء، ما يصير هيك. اليوم اي شخص هسه اذا تجيب شخص عادي ما يسوي هاي الجريمه، يقول لك انا شلون اضرب بيت وما اعرف البيت ايش بيه وما بيه، اقدر اطاوق البيت. شو بدها تصوير؟ 20 نفر 20 خالو، شو بدها نفر؟ شير شو بدها؟ تصوير ما تصور، حاطط ساجر بياكل الثريد، تدفع حاطط مع التمر. شو فيد؟ شو فيد خالي؟ شو فيد؟ شفت خالي انا عشت اصور، حاطب بالسجن ياكل الثريد وحتى تدفعه. انا ايش اسوي الكاظم؟ حاطب بالسجن ايش اسوي؟ ايش اصور؟ بس بصور ايه واصور؟ شو اسوي؟ حاطب بالسجن ياكل الثريد؟ شو اسوي؟ انفسها يوم اللي قتلوني، انفسها ايش راح يذبحونها؟ يذبحونه بدواعش، والله ما جد دواعش يذبحونه، والله العظيم ماكو ايش عبي. احنا مو دولة اسلامية، احنا مو عند مشاع طريق الحسين، احنا مو مرة بطنها يذبحونه بالبيت، يطلعون بطنها من لا يذبحونه، يطلعون طفل اكو هيج. ايوه خال حاطب ياكل حتى تدفع بالسجن. شنو بالسجن خالي؟ بالسجن حاطب ياكل الثريد وحتى تدفعه. الريد حري القصاص العادل. 20 نفر 7 ايام القتل يا خالي. يا خالي ليش هيجي؟ ماكو جريمة. ساعة واحدة بس اختار الظلام يصفون ويطلعون بكل برود. الريد هاي اللي جت الظلام اختار الظلام ذبحوهم ومشوا. حتى لو اخوي عنده شيء ماكو شيء يذبحون ويطلعون. احاصر البيت اقول اخوي عنده شيء. رجال فقير يبيع دهنه وحليبه، يشتري سيارته قاسه، والله العظيم سيارته خايسه. يا خال ماكيش حاتم حتى تدفع بالسجون. شنو سجلت فلان وجبت فلان؟ شنو؟ ماكيش عمي ماكو. والله العظيم كلها كذابه. حاتم بالسجن ياكل ثريد، يا عالم يا عالم. وخر العظيم يا يوم. صلى على محمد وآل محمد. ما يوصل والله. 20 نفر عمي. جاي يلقى صورتكم عمي الفضائية هسه جاي تلقى الصورة. كيفك ما يوصل؟ إذا أنت متباوع الفضائية تبقى حاطة بس صورتك وتنتظر كلها تجي تشوفها أنت. لا بالله ونعمل. ناس خيرين بأمنها وبضباطها، والله ناس شرفاء مقدسين. احنا ما يصير يا اخي تجينا قوه من بغداد تحتقد عوائلنا، تمرد عوائلنا. يعني هذا امر انا لله وانا اليه راجعون. نخلي الانسانيه على كل حق،
احنا متعاونين اخوان. صارت ارهاب 2006، لا طبنتنا للامريكان ولا جانا حرس وطني ولا جانا، يعني ناس امنين، يعني بين جاري انا بيني وبين العجيلي اخوي ابو فراس، شنو مو انا وياكم موكب واحد؟ مو احنا بموكب واحد؟ كل احنا خدمه الحسين يا اخي. ما يصير هذا الامر، احنا نكون واقعيين لامرنا، ما يصير هالشكل الناس والناس تفرج علينا الفضائيات. خلوا الله بين عيونكم يا عمي. نشكر الله من كل خير من العراقيين الشرفاء، ندعي عشائر العراق الطيبه من كل محافظات ندعيها بهذا الاستنكار على هذا الامر. لا يرضى الله ولا يرضى بني ادم، وانا لله وانا اليه راجعون. ما يصير يا اخواننا تنهونا هذا الامر. احنا اهل الجبل مظلومين، احنا اهل الجبل لا من مي ولا من كهرباء ولا من شسمه، يعني الله اكبر. الكهرباء تجينا ساعه واحده بالليل، ساعه واحده بالنهار. يا اخي احنا شيل كافه حقوقنا ما مستلمينها. نريد الرحمه، نريد الانسانيه، نريد كل العراق يصير نموذج طيب مثل باقي الدول. هسه شروح شوف تركيا، شوف الباقي الدول الناميه، شوف قطر شلون تحولت. احنا نتحول دائما واحد بالنفاق والدجل واحد على اخر، ما يصير. احنا نريد القصاص العادل من هذا الامر. وهذا ولكم الحمد والشكر، احسان الله ونشكركم احنا جزيل الشكر. مو عائله وحده عم، اربع عوائل يحرموها بهذا البيت. احنا ما نريد سجن، لا يقلي سجناهم، خلي يجيبوا هنا يعدمهم جداننا. نريد القصاص العادل، نريد القصاص العادل. عم باسنهم الجنايز لحقيقة اللي خش يعول تفن، اللي يقول لي خش يعول تفن، اسوي شكلات تخيط، اسوي شكلات تخيط، اللي يقول لي خش يعول تفن، ما تفن لا تدرس ولا تلبع. مو حكومة اسلامية، خلي يجيبونه ولا يعدمونهم جدابي. مو حكومة اسلامية، اذا ما يعدمون جدابي اسوي شكلات تخيط. شنو ذول فرق من دواعي؟ 20 جنازة، 20 جنازة كتلوا، جهود ذكية كتلوها، حرام عليهم. بس بالقانون خطية، احنا ليش تسوون فينا هيك؟ ليش؟ بالقانون ليش تسوون فينا هيك؟ السلاح الثقيل من كل الجهات. ابطلوا النسوة عمي، المرة الفزة الفزة يا الفزة. ليش تسوون فينا هيك؟ احنا حرام عليهم. ليش تسوون فينا هيك؟ الفزة هي الفزة يومنها 20 نفر، 20 نفر، 14 جاهل وياهم عمي، 14 جاهل واربع نسوان. عمي اريد خالد، اريد اختصاص العادل. احنا ماكيش عمي، خلي يجيبون يعدمون قدامنا عمي. ماذا بالمال تبي عندي؟ اريد اختصاص العادل عمي، اريد اختصاص العادل. حاط خالد، حاط ابو السجن، ياكلون على التدفئه، حاطهم على التدفئه، على التدفئه، ويقولوا السجن ثاني. شو اسوي السجن؟ اريد الراي العام يشوف. تعال عمي شوف، ذبح لي 20 نفر الحكومه. شو هذا؟ وسجنه وهذا ما رجيت، لا حد يضحك عليك. وشو هذا؟ خجم هنا يعدموا قدامي 24 جثه هنا احرقوها بهذا البيت. يا عالم يا ناس كلها اطفال. دجاج شنو؟ دجاج غنم عندنا عم مزرعه. 14 دبل واربع نسوان وياهم. تخمل يا رب العالمين، تخمل هيك يسوون بينا؟ جهازه كلها راحت، ولده كلها راحت. الله ولك الاكبر يا ربي، الله ولك الاكبر. جهازه كلها راحت، جهازه اطفال بعدك ايش ماشي؟ اطفال اطفال ولدي كلها راحت. يصير هذا الشيء عبي؟ تمشي على البيت صور، امشي صور، من التعبر والجنازه محل اطفال. طب على البيت صور، الله يقبل بهذا العمل. ليش تهبونه؟ ليش تهبون اخوي؟ خالد ليش تهبون اخوي؟ ليش تهبون اخوي؟ يذبحونه ويتهبونه، ايش مدري؟ يكتبون علي ارهاب، يتهبون ارهاب مخدرات ولا هيك؟ يتهبون ارهاب مخدرات، رجال يبيع حل المقدس. هذا الطفل سياده خايسه. شوف الطفل، شوف الطفل شنو ذنبه؟ شوفه حاط 800، شنو ذنبه؟ هذا ذنبه 27 نفر. شنو هذا ذنب الطفل؟ هذا طفل، وهذا رجال فلاح ما عنده. هذا ذنب الطفل، شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم؟ مش على البيت عم، حارقين البيت. تخربط هذا، هذا حبيب الطفل مال اقل مصيبه الذبح. عمار، عمار خضير، وين؟ كلها كتلوها، قتلوا بيتي.
20 نفر 20. والله العظيم فجيعة صارت عندنا بكل بابل، والله كل بابل ما صارت هاي أهلها وجاويتها وحمايلها وشوخها وسادتها، والله تاج على الرأس، فكلها مستنكرة، كل أهل بابل مستنكرين. اي والله ونستحمد الله بجيراننا وهنا، والله ناس أهل بابل جاويد حمايلها بسادتها، والله ناس متقين، بس عم لا حول الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر، ولا قل للظالمين، اللهم ربي يظلم كل ظالم. ليش يا عم ليش؟ اهل بابل ناس الخيرين، عطاي الخبزه حمايل، ياها عمي بجاها بسادتها جاي نمشي. احنا هاي دير تزباد، دير تزباد كلها طيب وكرم وغيره وانسانيه، ليش هيك تسوون ويانا ليش؟ يعني من ورا ضابط، ضابط الله اكبر يلعب بالمحافظه كامله، المحافظه لا سلم منه، الاستخبارات لا سلمت منا بالجبله، الضمير العراقي وينه؟ الضمير الانسانيه، ونطالب المنظمات الدوليه تتدخل بهذا الشان. خلصونا يا اخي، لا حول الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما صار لنا خمس ايام بلعيمنا طقت ومن صياح والبش، شو نسولف؟ شو نسولف عمي؟ عمي مجزره هنا، مجزره مجزره عم، ما صار بتاريخ الاسلام، من بين الاسلام لليوم ما صارت هاي المجزره. مجزر، احنا حاط ضابط امين لو رئيس استخبارات يحقق، احنا نطالب منظمات دوليه تقف على هاي المجرمين، مجرمين عم، مجرمين مجرمين، تطلع قوه تعدم، يعني احنا بلد بقابه قاعدين، والله نطلب اللجوء، نطلب اللجوء الدول الاخرى، نروح نخلص من هاي القابه ومن هاي القتل، نقيب، ننسجن، نهجر، ولدنا كلها بالسجون، كلها يعني مقيبه، شنو ذنبنا عمي؟ نمشي عم، يفتحوا لنا لجوء نمشي، والله نصير قرب حسين عمي، نحافظ على انفسنا عم، كل شيء ما اريد طالب، والله منظمات دوليه، احنا العراق ما بي عداله، عداله ما بي العراق ابد، ما بي عداله. انت تطالب باعدام ذول المتهمين؟ اي نطالب باعدام، طبعا نطالب باعدامهم، هنا مو يحطهم بالسجن يضرب ثريد وقاعد حتى تفاس سريعه، لو لا ليش لا مو سنه يبقون، لا اريد باكر قبل الجثث، والله ورفضوا استلام الجثث، رفضوا شنو الجثث، كل نفرين حاطينهم بكيس قنم دجاج مذبحه، طفل مفتوح راسه عمره سنه و17 شب، هذا نبع عمي تقبلونها عمي؟ والله اللي براسه غيره ما يقبل هاي المجزره، مجزره والناشد، احنا ناشد، وقفتوا ويانا عشائر الجنوب، وقفتوا ويانا عشائر حزام بغداد، نطالب 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 الغربيه تقفوا ويانا، ليش ما موجودين؟ ليش كل هاي العشائر الطيبه الجنوب موجوده وحزام بغداد؟ عم مجزره ما صايره بالتاريخ، والله بالتاريخ ما صارت مجزرة، طفل عمره 7 ايام يقتل، ازلمه تقطعون ترثته، لا ابن ابن ولا ابن بنت، شنو ذنبه؟ يندعون عليه ارهابي، انطيني مجال خليه يرتاح، راح يصير 22 قام يموت، امشي هاي هاي، حسبنا الله ونعم الوكيل. قاعدين بقابه عمي، قابه والاسود مفترتنا، شنو عمي ليش؟ اريد ذنبنا احنا عمي، انطونا ذنبنا، 22 معود امشي، روح ودي ماكو مهنيين، لو اكو مهنيين هسه بالافلام، بالافلام هم يشوفهم لما يجون وش اسمه هم وقفوا نادى بالسماعه وقال له فلان اطلع، وقال له احنا كذا، ترى انت مطوق، ترى انت كذا، مو بالافلام هسه، لو مو حتى لا شهاده عندك ولا شو اسمه، هم لازم شفت لك فيلم مصري، هم لازم شفت لك قصه بالتلفزيون، انادي واطلعوا، انت هذا انت نسيب شهاب، انت مو تعرف هاي اختك بالبيت وتعرف عائله متروس البيت، شلون يعني سولت لك نفسك هذا تتخذ هالاجراء، هذا اللي ما اتخذه اي انسان حتى حش الحضور، الحيوان ما يتخذ هيك اجراء، حتى الحيوان ما يتخذ هيك اجراء بحق، والله بالله يعني 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 الموضوع اللي صار، الموضوع يندى الى كل واحد عنده ذره من الضمير، مو ضمير، ذره من الضمير يندالت، سواء داخل العراق وحتى خارج العراق. عائلة 20 نسمة تباد على بكرة أباها، أطفال، حتى مرة حامل، يقولون مرة حامل 5 أشهر، يعني ما صايرة هذه عمي؟ تحكي قبل على الإرهاب وتحكي على شو اسمه، هسه أنت طلعت رب الإرهاب، أنت الإرهاب الأولي، وهسه الإرهاب أنت، هسه أنت الإرهاب، قال اذبحوا الجنين، وقال اذبحوا الطفل، وقال اذبحوا كذا، أنت موالاتك لأحزابك، موالاتك للأحزاب اللي جاي تدعمك، هذا الشغل جاي يصير بالشعب العراقي، احنا عمي مو غنم ولا احنا حشرات، يعني هسه انت حتى الحشرات من تكافحها هم تاخذ لها يومين ثلاثه، يلا 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 يموت الحشر، صحيح. وبعض السموم ما تقتل الحشرات، صحيح صحيح.
انت بساعه زمان كتلتني عائله بدتها هنا وتماما حرقت علي، ليش عمي شنو مسوي لك يا عمي؟ بس ادبتهم شنو شنو هذه مصيبه شيخ. مصيبه شو الطالب هسه انت؟ شو الطالب يعني؟ مصيبه والله يا اخي. حتى بالنسبه الى نسيبه واي واحد وش بالشغله وطلع وامر بضرب ذول المساكين، حتى الاعدام قليل بحقه. والله العظيم والله العظيم والله العظيم كل انسان عنده ضمير وعنده كذا، هذا الانسان يقطع تقطيع شيء ورا شيء حتى يصير ردع لغيره خوفا من ان تكرر العمليه، وانا وانت كنا نصير مظلومين وباكر عوائلنا ما تصير شيء. مو هذا الوضع صار مو طبيعي. هذا نستنكر هذا العمل الاجرامي الذي قام به شاب وجماعته، وعشان لك طفل يعني مقتول ويقتل مره ثانيه بالطلقات، مقتول ويقتل طلقة ثانية، الله يرضاها؟ من يقبلها؟ يعني طفل ببطن امه يقتلونه، طفل 17 يوم يقتلونه، يعني يجيب قوة. هسه هو لخوت بابل ما يخالف، بس يجيب قوة من بغداد، لأن الأمر اللي انطال الضابط شلون يقتل عائلة، هم أطوق البيت ويوم ثلاثة تهدى الوضعية وأطلعهم برا. يطلع يجيب غازات مسيلة الدموع يشكوه ويضربه ويموت الاطفال، يخنقهم خنق، يصير هاي. فاحنا باسمها هالمشروع هالعراق كلها نستنكر ونطالب باعدامهم، نطالب باعدامهم. اجري نبر اجري. أنا مو الشهيدة شيماء لا الضاحي، بنت قدروها ليش قتلوها بنتي؟ بنتي حاطة مرقة على الصوبة وجاعدة، بنتي الظهر قتلوها، الشمس طالعة، أنا نطلب منظمات دولية، أنا ناشد الكاظمي، بنتي ليش قتلوها بنتي؟ وراها خمسة أطفال وحامل، بنتي ليش بنتي قتلوها؟ ليش الريد حاغرة؟ ليش بنتي؟ الظهر قتلوها الشمس طالعة، ليش بنتي ليش؟ أنا أتأمل هالسير علينا تجي. تالي بنتي قتلوها ليش؟ ليش الظهر الشمس طالحة وقتلوها ليش بنتي؟ أريد بنتي أنا من الكاظمي، أنا بنت ناشد الكاظمي فيها، بنتي أريد بنتي، أريد بنتي، بنتي وين؟ كل مرة جل بنتي ألقاها تلقاني بنتي، هسه أريد بنتي ذاك بيتها بلشوها، بنتي وحياتها خمسة أطفال وحامل، ذاك أبوها ضربته جلطة، ذاك أبوها مريض. وأنا مريضة وتضررنا، ليش قتلوا بنيتي؟ بنتي شو مسوية؟ الكاظم خلي يشوف حالتنا، بنتي شو مسوية؟ بنتي شو مسوية؟ بنتي شو مسوية؟ بنتي شو مسوية؟ بنيتي بنيتي شيماء شو مسوية؟ ليش قتلوا بنيتي؟ ليش قتلوا بنيتي؟ بنيتي ليش بنيتي؟ ليش بنتي الشمس طالعة يقتلون بنتي؟ ليش بنتي يقتلونها؟ ليش بنيتي؟ ليش بنيتي يقتلونها؟ وراها أربع أطفال، بنتي حامل، بنتي حامل، بنتي حامل وراها أربع أطفال، أولادها هيك كبار، ليش اخدروها الشمس طالعة ليش؟ ليش بنتي شيماء شو مسوية؟ شو مسوية؟ خلي تطول ذنبها، أريد ذنب بنتي شو مسوية؟ بنتي ليش مسوية بنتي؟ بنتي شو مسوية بنتي؟
يا بنتي، اريد بنتي بنتي، اريد بنتي. Thank you.